يقول ابن عاطف: مرحبا كل نائبة تعرفني أصحابي وتكشف لي الصواب، ومرحب خطوب الوقت ترحب متاعبة. بها كم تعلمنا بأن نغلب الصعاب في من عاش في الدنيا في أيام غائبة عن أحداث ما تعلم خسر ساعة الغياب. ومن ركزوها له دعموها قاربه يظل حياته يلحق الوهم والسراب، وباتئتي أيامه لوقتها يحاسبه على العمر ذي قضاه في وقت الانتداب. ومن جال في الدنيا وكثرة تجاربه تعلم مع الأيام ما ليس في الكتاب. كتبا كلماتها شاعر الحكمة ياسر عبد الكريم عاطف خولان اليمانية العليا. أداء الشاعر أبو عزة إبراهيم. يا قول ابن عاطف مرحبا كلنا يا به تعرفني أصحابي وتكشف لي الصواب، ومرحب خطاب الوقت ترحب متعبا، بها كم تعلمنا بأن نغلب الصعاب. يا قول ابن عاطف مرحبا كلنا يا به تعرفني أصحابي وتكشف لي الصواب، ومرحب خطاب الوقت ترحب متاعبة، بها كون تعلمنا بأن نغلب الصعوب. من عاش في الدنيا في أيام غائبة عن أحداث ما تعلم خسر ساعة الغياب، ومن ركزوها أهلا ودعموها قريبة يظل حياته يلحق الوهم والسراب. وبتأتي أيام لوقته يحاسبه على العمر ذي قضاه في وقت الانتدار، وبتأتي أيام لوقته يحاسبه على العمر ذي قضاه في وقت الانتدار. ومن جعل في الدنيا وقدرات تجاربه تعلم مع الأيام ما ليس في الكتاب. كم ناس يتعلم من أخطاء صاحبه، واحد بالتجارب له وأخطاء بها وصول، واحد بالنوايا الطيبة ذات صاحبه وتحميه من خطب المعلمات بالخطاب، واحد بالنوايا الطيبة ذات صاحبه وتحميه من خطب المعلمات بالخطاب. من كان ربى عند الأعمال صاحبه سلم من لبى ذنبه وما يوم فيه خاب، من كان ربى عند الأعمال صاحبه سلم من لبى ذنبه وما يوم فيه خاب.